بعد تتويجه الأخير بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليصنع الحدث في الأوساط الإعلامية، حيث ذكرت صحيفة ذا سان البريطانية أن مهاجم نادي باريس سان جيرمان أنفق أكثر من 7 ملايين دولار على هدايا أرسلها لزملائه في منتخب الأرجنتين. الهدايا تمثلت في هواتف من نوع ايفون 14 برو ماكس مطلب الذهب من عيار 24 قيراطا. ميسي اهدى 35 هاتف ايفون في نسخته الاخيرة وعليها شعار الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم واسماء اللاعبين. هذا وقد امتلك عدد من نجوم كرة القدم هواتف مماثلة، ابرزهم حكيم زياش والبرازيليين رونالدينيو ونيمار والفرنسي ثيو هرنانديز. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.